عرفنا من فضيلة العلماء أو من أصحاب الفضيلة العلماء معنى الحضارة الحقيقي ومقوماتها، فما هو أقرب طريق وأسرعه للنهوض بواقع المسلمين البعيد على حد تعبيره؟ أقرب طريق وأيسره وأنفعه هو التعاون على البر والتقوى ونشر العلم النافع بين الناس في المعاهد والمدارس وإصلاح مناهج التعليم وتقريب الأخيار من المدرسين وإبعاد الأشرار، كل هذا من أعداد القوة، كل هذا من عمل الصالح، من العمل الصالح نشر العلم النافع بين الناس، نشر المناهج النافعة ونشر المدارس النافعة والمعاهد النافعة وكليات النافعة وتقريب الأخيار من المدرسين وغيرهم وإبعاد الأشرار، والصدق في ذلك من ولاة الأمور ومن العلماء ومن أعيان المسلمين ومن الطلبة. إذا جاء الصدق في هذا كله جاء الخير العظيم السريع، وإذا تخلفت هذه الأمور ولا يرفع بها رأس استمر البلاء. والله يقول جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمصيبتنا من كسب أيدينا، فإذا أصلحنا ما أفسدنا، إذا أصلحنا مناهجنا ومدارسنا ومعاهدنا وتعاوننا على البر والتقوى مع أمرائنا وعلمائنا وقضاتنا وسائر من له شأن، إذا حصل هذا جاء الخير الكثير وجاءت السعادة وجاء النصر المؤزق بإذن الله سبحانه وتعالى.